شيفر فار. تراجع مؤشرات صابة الرمان في تستور من ولاية باجة للموسم الحالي 2023 بحوالي 40%، وذلك بإنتاج قرابة 10,000 طن في مقابل 16,000 طن في المواسم الماضية. النقص هذا راجع للتغيرات المناخية، هبوب ريح الشيل في فترة تنوير الرمان والارتفاع الكبير درجات الحرارة خلال الأشهر المنقضية. ولاية باجة تحتل المرتبة الثالثة من حيث مساحات الرمان، المرتبة الثانية في الإنتاج ب 1600 هكتار، منها 1500 هكتار مونجا، 90% في تستور.